مصر ولاده، محدش يقدر ينكر كده، وكل يوم بنثبت ان اولادنا يقدروا ان هم يعملوا حاجات مختلفه وبالبحث العلمي، وده شيء من الحاجات المهمه جدا 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 في المرحله الجايه، ان احنا نشتغل على البحث العلمي، نشتغل على الابتكار، ان احنا نشتغل ان احنا نبتدي نكتشف حاجات جديده، نكتشف حاجات في الافق، نشوف كده ايه اللي ممكن ان احنا نستخدمه علشان نبتدي تبقى حياتنا تكون افضل. وزي ما بنقول كده، هي الحاجه ام الاختراع. انا النهارده منورني نموذج مختلف تماما، نموذج لشاب مصري بسيط، هو دلوقتي في ثالثه ثانوي، اسمه عبد الرحمن محمد عمران. عبد الرحمن محمد عمران اللي منورنا النهارده، احكي لك قصته كده بشكل سريع. هو ابن محافظه اسوان، خد لقب مبتكر مصر الاول في مسابقه اسمها القاهره تبتكر. ليه خد اللقب ده؟ لان هو قدر ان هو يعمل اختراع او ابتكار لكرسي متحرك للمعاقين كليا او معاقين الشلل الرباعي، وبيتم استخدامه عن طريق حركه الراس. بمعنى ايه؟ ان انت بتعمل كده مثلا فبتدخل الكرسي يمين، بتعمل كده الكرسي بيدخل شمال. قدر ان هو ببساطه شديده يطور ده. طبعا كمان منورني المهندسه هبه الله فيصل من الهيئه العربيه للتصنيع، مدير اداره تشكيل المعادن لمصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع. صباح الفل عليك. طيب انا ببساطه كده انا قدمت عبد الرحمن. انا عايز بس اقول ان عبد الرحمن صاحب الاختراع هو قبل ما او الابتكار، عشان انت بتحب كلمه الابتكار صح. عبد الرحمن هو عنده قصور في الحركه، مش عارف هو ده اللي خلاه يفكر في الموضوع، عشان كده انا ابتديت دايما بكلمه الحاجه ام الاختراع. انا اتكلمت كتير، اسيبك انت بقى تتكلم براحتك. صباح الفل عليك يا عبد صباح. احكي لي بقى ايه هو الابتكار بتاعك او الاختراع بتاعك؟ المشروع بتاعي عباره عن كرسي متحرك كهربائي بيساعد مرضى الشلل الرباعي. طبعا احنا عارفين ان مرضى الشلل الرباعي مش بيقدروا يحركوا اطرافهم، وبالتالي حتى الكراسي الكهربائيه هي يعني موجوده في السوق اللي بيتم التحكم فيها عن طريق الجويستيك، مش بيقدروا يستخدموها. فاحنا طبعا اللي هي الكرسي اللي احنا بنشوفه اللي هو بيبقى عليه زراير كده او جويستيك او وسائل التحكم كده، بيدخل بيه يمين وشمال والكلام ده كله. ده متاح لمرضى الشلل النصفي. فمرضى الشلل الرباعي مش بيقدروا يستخدموا الكرسي ده لانهم ما بيقدروش يستخدموا اي حاجه ليها التحكم يدوي. فاحنا طورنا على الكرسي، كانت النماذج الاوليه عن طريق حركه راس، بحيث ان المريض يبقى موجود كده، حركه راسه يمين يمشي يمين شمال قدام ورا. المرحله الجايه ان شاء الله اللي احنا شغالين في اخرها، يعني اللي هي عن طريق اشارات المخ. احنا بنتعامل مع مرضى ضمور كامل في العضلات اللي هم مش قادرين يحركوا راسهم كده، وبالتالي احنا يعني هنخليهم يتم التحكم فيه عن طريق اشارات المخ. يعني من جرم المريض يفكر ان الكرسي يطلع لقدام يطلع لقدام، يرجع لورا يمين شمال. طب انت يعني عندك القصور بسيط في الحركه، لكن انت بتقدر تمشي الحمد لله. النوع القصور اللي عندك ده هو انا حصل لي نقص اكسجين اثناء الولاده اثر على بعض خلايا الجهاز الحركي. اتولدت يعني اخذت لحد سن 5 سنين ما امشيش، بعد كده عملت عمليات وكده شد اوتار وكده، الحمد لله بقيت امشي. يعني انت الكرسي اللي احنا بنتكلم عنه، الكرسي القديم اللي هو بالجويستيك، انت تقدر تستخدمه بشكل سليم؟ بس انا ما بستخدموش اصلا. لا يعني قصدي لو ايه اللي خلاك تتجه ان انت تروح لمرضى الشلل؟ يعني من واقع المعاناه اللي عشتها فتره معينه، حسيت ان مرضى الشلل الرباعي مش قادرين يتحركوا، وبالتالي ان الشخص يعني بيعتز لحد يبقى موجود معاه والكلام ده، ودي بتاثر في النفس شويه طبعا. يعني الواحد بيحب انه يعتمد على نفسه دايما، ما بيحبش انه يبقى عيب على حد، ما يحبش انه حد يبقى مساعده او الكلام ده. فاحنا لما نوفر للمريض ده انك تقدر تتحرك وتمشي وتروح الاماكن لوحدك كده، فاحنا ادنا له امل، ادنا له طبعا ان خلاص يعني انت مش موجود يعني، او انت هو فكره الاعتماد على النفس دي بتبقى بتريح برضه الشخص شويه. على فكره ان العلاج عامل يعني العامل النفسي اقوى من طبعا من الادويه والكلام. طيب انا رحت بقى المهندسه هبه. مهندسه هبه، اول ما جالك عبد الرحمن بالمشروع، اشتغلتوا على المشروع ازاي؟ بداتي ان انت تشوف المشروع على ورق؟ يعني احكي لنا كده التفاصيل ايه اللي حصل. هو الموضوع بدا من سنتين. عبد الرحمن جه معاه كرسي عايز يعمل واحد زيه كوبي منه. بدانا بالهندسه، يعني هو كان صنعه بالفعل، كان جايب واحد نعمل كوبي منه بالهندسه العكسيه. عملنا كرسي. عبد الرحمن كان بيسافر كتير، كورسات كتير، قعدنا حوالي 3 شهور رايح جاي رايح جاي. لما بدانا عملنا اول بروتوتايب اللي هو اول كرسي بقى مشابه لي اللي هو دخل بيه المسابقه، والحمد لله نجح بيه. طيب معلش انا مش فاهم، يعني انت جبت كرسي من بره؟ لا احنا جبنا هيكل، بمعنى اصح ان احنا ما بدانا المشروع، انا بدات المشروع جبت كرسي مستعمل اللي هو الكهربائي اللي هو بيتم التحكم فيه عن طريق الجويستيك.
لغيت وسيله التحكم اللي هي الجويستيك والكنترول الموجود فيه، وعملت انا الكنترول اللي هو بيتم التحكم فيه عن طريق حركه الراس، كان نموذج بدائي جدا يعني. طبعا. بعد كده احنا حاولنا نصنع الهيكل وانا اصنع الدائره الالكترونكس بدل ما احنا نجيب الهيكل من بره او كده يعني. المرحله بعد الكورس المستعمل سالت له مصطفى يسري محافظ اسوان السابق، دعمني انه جاب لي كورس كهربائي موجود جديد وكده، بس نعمل عليه المشروع. بعد كده احنا عملنا الهيكل نفسه بدل ما نجيب الهيكل من بره وكده، عملنا هيكل الكرسي من يعني في المصنع وكده، بدأنا نعمل هيكل في المصنع. طب هو مصنع قادر دلوقتي شغال على انتاج بقى عدد اكبر من الكراسي عشان يتم طرحها في السوق؟ بدأنا ان شاء الله هنبدا في اول 5 عينات ان شاء الله. يعني تبقى معانا اول 5 عينات موجوده؟ احنا بدأنا ورش عمل خلاص. وهيبقى سعره قد ايه ولا هيوصل ازاي للناس؟ هو لسه دي كل ده مش الموضوع مبدئيا لسه مش ربحي يعني. ده بس مجرد للتجربه يعني. بس احنا بنتكلم عن كراسي موجوده كهربائيه في السوق اللي بالجويستيك، بتراوح عددها من بتراوح السعر بتاعها من 7000 جنيه ل 15000، من 15000 ل 32000 اللي هي اللي بتطلع السلالم وكده. فاحنا الكرسي باذن الله يعني مش هيتعدى، هتبقى الامكانيات اقل منه. احنا بنتكلم في النموذج المبدئي اللي انا عملته عن طريق حركه الراس وكده، ما كلفش 4000 جنيه او 4000 ونص، ده عن طريق اشارات المخ هتراوح من 6000 وطالع يعني. بس كده كده الكرسي اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بالجويستيك ده كرسي اصلا مستورد، مش كرسي مش كرسي مصري. الجويستيك نفسه احنا عندنا يبقى كرسي مصري. احنا مفيش حد في الشرق الاوسط اصلا بيصنع كراسي، مفيش مش في مصر بس، بنتكلم على الشرق الاوسط. طبعا الدول الكراسي بتصنع كراسي المانيا، تايوان، الصين، اليابان، الدول دي هي اللي بتصنع الاجهزه التعويضيه وتبدا توردها للعالم كله يعني. طيب احنا معانا فيديو لخطوات التصنيع او شكل الكرسي بيتحرك ازاي، عشان برضو لو في حد بيتفرج علينا هو لغايه دلوقتي مش متصور يعني ايه ان انا باليمين وبالشمال احرك الكرسي، يمكن هفهم من عبد الرحمن بقى شويه الميكانيكا بتاعت الموضوع ماشيه ازاي، ممكن يفهمها لنا اكتر. وكمان لحظه تكريم عبد الرحمن المخترع الاول في مصر في القاهره تبتكر. خلينا نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه نهار جديد. الهندسة المصري في 2015، انت متبني المشروع ده بشكل قوي جدا، انت وفضلت مصر لغايه لما تم تنفيذه. احكي لي كده البدايه خالص من قبل 2015، انت اشتغلت على المشروع من سنه كام بالظبط؟ كان اول 2015. اوله 2015. اول 2015 اشتغلت على المشروع. بعد ما بدانا كده اول حاجه انا عملتها اول ما جيت للفكره اصلا، بعد ما جبت كرسي مستعمل عدلت على الدائره الكهربائيه اللي هي موجوده اوريدي في الكرسي الكهربائي اللي هو جاي في السوق، لغيت التحكم اليدوي وخليته عن طريق حركه الراس. كان عندي ماجنتيك سويتش بدات اتحكم فيه مجرد ما يلمس المغناطيس او كده بحيث بيدي الاوردر بتاعه. يعني انت الرقبه او الراس اول ما تلبس لا كانت تلبس حاجه كده حديد. ويبقى في حوالي ما قبل الحاله دلوقتي. ما قبل دلوقتي يعني. فكان بتلبس حاجه حديد، والحاجه الحديد دي لما بتيجي تلمس السنسر فيبتدي يدي له اوردر ان هو يدخل يمين، الناحيه الثانيه يدي له اوردر ان هو يدخل شمال. طب ودلوقتي؟ دلوقتي احنا في تو اوبشن، اول حاجه كان منهم الجايروسكوب. الجايروسكوب ده سنسور زي الموجود في الموبايل، لما بحرك الموبايل يمين او شمال كده بيحس بالشاشه فبيقلبها. ايوه. طب هو عارف ازاي ان الشاشه عارف ازاي ان حركه الموبايل كده؟ بسال نفسي السؤال ده دايما برضه. في سنسور اسمه جايروسكوب، الجايروسكوب ده سنسور بيعمل مجال مغناطيسي عكس المجال المغناطيسي بتاع الارض، وبالتالي بيقدر يقيس الاكس والواي والزد، او بمعنى اصح الزوايا، ويحدد موقع من الارض، بيعرف اتجاه الميل. اتجاه الميل بالظبط. بالظبط. ده استخدمناه بحيث ان لما احرك راس يمين كده يحس بالميل ان راس مالت الناحيه دي، فيبعت الداتا بتاعته للمايكرو كنترولر، المايكرو كنترولر يحرك المواتير ناحيه اليمين ناحيه الشمال. طب وبالنسبه لقدام قدام كده او كده؟ طب انت يعني معلش افهمها دلوقتي، ان دلوقتي في ثانيه ثانوي السنه اللي فاتت، في ثالثه ثانوي السنه اللي فاتت كنت في ثانيه ثانوي، انت الحاجات دي جبتها ازاي؟ يعني قريت دورت يعني؟ انا من هوايتي اصلا انا وصغير يعني بهوى البرمجه وكده. فبعد كده اتجهت لمجال الالكترونكس، باخد كورسات في الالكترونكس والامبيدد سيستم، ازاي اتعامل مع المتحكمات الدقيقه، المايكرو كنترولر، النظم المدمجه شغاله ازاي، تركيب الموبايل، برمجه المايكرو كنترولر. فدي كلها كانت هوايات يعني، كانت لازم اجمع الحاجات دي قبل ما انا ابتدي مشروع او كده. طبعا لازم كنت بستشير ناس كثيره في الموضوع ده يعني، بحب اتعلم اي حد كان يجي يصلح. ما شاء الله عليك طبعا يا عبد الرحمن، بس يعني عارف في سنك الصغير حاجات كتيره جدا ممكن تبقى يعني شغله دماغك، ممكن تبقى الجيمز مثلا على سبيل المثال. طبعا هقول لك على حاجه، انا ليا فتره يعني كبيره جدا
ما لعبتش العاب، ما بحبش العب العاب يعني، بستغلها في وقت ان انا اخد كورسات او الكلام ده. بس لما يعني بلعب بوكيمون جو يعني. بتلعب بوكيمون جو؟ لا والله انت عارف بوكيمون جو. طب ما احنا ممكن نعمل لعبه زي بوكيمون جو كده. ممكن، بس محتاجه طبعا يعني مش واحد بس اللي اشتغل عليها، اكتر من واحد وكان فريق كبير جدا. طيب مهندسه هبه، لما جالك عبد الرحمن بالفكره هو برضو كان سنه اصغر من كده، ثانيه ثانوي، انتوا ازاي بتقيموا اذا كانت الفكره دي هي ممكن تكون فكره نشتغل عليها، ممكن يطلع منها حاجه؟ لان انتوا ممكن تكون فكره جت في منها امل لكن اشتغلتوا عليها بس ما فيش وصلتوش منها لحاجه مفيده، فانتوا ازاي بتقيموا الفكره اللي جات لكم برضو ان انتوا تقدروا ان انتوا تكملوا عليها ولا لا؟ هو عبد الرحمن كان دارس الموضوع كويس جدا، كان معانا خطوه بخطوه، قدمه بشكل كويس، قدمه بشكل كويس، بيجمع اراء، عملنا ورشه عمل يعني مش انا وعبد الرحمن بس، ناس كتير درسنا الموضوع وبنعمل وعبد الرحمن معانا، وكان بيطور طول ما احنا شغالين. طب هو عبد الرحمن في اسوار ازاي كان بيجي بقى؟ كل كان بيجي لنا كل فتره، كل فتره، لكن مش مقيم هنا او يعني في وسيله نقل واحده، هو بيجي انت بتيجي كل فتره؟ انت دلوقتي مدرستك في اسوان وكل حاجه في اسوان، بتروح وتيجي مشوار برضو 14 ساعه ومشغول بقى على طول كورسات، حتى بيجي القاهره برضو مشغول في كورسات. طيب لو نجح الموضوع ان شاء الله هيبقى في خط انتاج للكرسي ده بشكل كبير بقى غير الخمس عينات؟ عدد الناس المحتاجين للكرسي في مصر 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه. 15 مليون. فهل ممكن يبقى عندنا خط انتاج يكفي ال 15 مليون؟ باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عبد الرحمن، انت في مشاريع تانية بتشتغل عليها غير ان انت هتبتدي تطور المشروع من الحركه ان هو يبقى حركه دماغيه ياخد الاشاره الدماغيه نفسها، ولا في اي تطور لمشروع تاني عندك فكره تانية؟ احنا نركز ان احنا المره الجايه يعني الفتره الجايه على وسائل الامان للمريض. احنا اوريدي الكرسي فيه وسائل امان، منها انه يخلي المريض ما يصطدمش، بمعنى ان في حاجه اسمها الالتراسونيك سنسور. الالتراسونيك سنسور ده حساس الموجات فوق الصوتيه، بيقدر انه يقيس الديستنت بيني وبين اي جسم صلب المسافه، ومن خلال انا ببرمج الكرسي انه على مسافه معينه مثلا لو متر يبدا يهدي السرعه لحد ما يوصل لربع متر كده، ما يخليش الكرسي يصطدم بالحاجه دي، وكده انا امنت الشخص الموجود. انا بتعامل مع واحد مريض شلل رباعي، يعني المفروض انه يبقى موجود لوحده محدش معاه. طبعا. ممكن يمشي وسط زحمه وسط عربيات، لا قدر الله ممكن يحصل اي عطل في الكرسي. بقول لك ايه، انا عايزين نشتغل كمان على الاتوبيسات بتاعت النقل العام، يعني ان احنا والله يعني نبتدي نعمل كمان الاماكن اللي هي علشان المريض ده من حقه ان هو يركب اتوبيس. ايوه. فدلوقتي هو هيركب اتوبيس ازاي؟ يعني انا لما بسافر بره بيبقى في عندهم بيبقى في حاجه بتنزل كده وبيطلع عليها وبيطلع عليها، وساعات بيبقى السواق بينزل له الحاجه دي، او هي بتنزل اوتوماتيك من عنده بزرار كده، لما بيلاقي ان في حد على كرسي فبيروح منزل له الحاجه دي وتطلع. هل في اتجاه يعني ممكن في يوم من الايام يبقى عندنا الاتوبيس بالشكل ده ونصنعه محليا ونعمل كل حاجه؟ باذن الله ان شاء الله. يعني زيك كده عبد الرحمن، انت دلوقتي ما شاء الله ثالثه ثانوي واشتغلت على حاجات كتير، يعني قدام ممكن نبتدي نشتغل على افكار مشابهه. طيب مهندسه هبه، في افكار مشابهه لفكره عبد الرحمن انتوا بتتبنوها الفتره الجايه؟ الهيئه تتبنى كل الافكار اللي هي زي عبد الرحمن، في افكار بتظهر للنور بتبقى الافكار فعلا ناجحه زي عبد الرحمن، وفي افكار ما بتكملش. يعني انتوا لما بيجي لكم حد بتقعدوا معاه الاول، بتشوفوا البرزنتيشن او الفكره اللي هو عاملها وتقعدوا معاه شويه، لو حاسين ان في امل ولو 10% بتشتغلوا معاه؟ عبد الرحمن مش اول حاله. لكن عبد الرحمن كمل، في ناس ما كملوش. طب ليه ما نعملش مسابقه بقى تبقى معلنه للمدارس مثلا، زي عبد الرحمن كتير جدا بس هو ما لقاش الفرصه كمان وما لقاش ازاي يوصل. يعني عبد الرحمن ممكن ابتدى من يوم الهندسه المصري، ابتدى في ناس شجعته. تمام. لكن في ناس كتير عندها افكار وتقدر ان هي تشتغل وتطور، لكن هم مش لاقيين الفرصه، فما فكرتوش يبقى في مسابقات؟ في بروتوكول بين الهيئه العربيه للتصنيع وكليات الهندسه، في طلبه كتير بيجوا بيعملوا مشاريعهم وبينفذوها في الهيئه. طب ليه ما يتطورش البروتوكول يبقى كمان في كليات تانية؟ لان اصلا دايما عندي مشكله. انت عارف ان انا خريج هندسه؟ لا انا خريج هندسه ومش فاهم اي حاجه. فهو مش شرط ان هو خريج هندسه يبقى او بيدرس هندسه يبقى شاطر في الحتت الخاصه بالابتكار، يعني ممكن المبتكر ده يكون راجل بيدرس حقوق او بيدرس تجاره او، فانا قصدي يبقى في بروتوكول مع التعليم العالي مع الكليات المختلفه، يعني علشان تقدروا ان انتوا تاخدوا منها افكار. هي الهيئه بصفه عامه بتتبنى اي افكار فاي حد بيجي لنا، حتى لو في 10% بنكمل معاه. مش طب انا هستاذنكم نطلع لموجز ونرجع نكمل معاكم، هنرجع نكمل مع عبد الرحمن والمهندسه هبه بعد موجز الساعه 9، ونرجع نكمل مع بعض نهار جديد. صباح الفل عليك يا هاجر.
منورنا المهندسة هبة الله فيصل من الهيئة العربية للتصنيع، مدير إدارة تشكيل المعادن لمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع. منورنا كمان صاحب الابتكار عبد الرحمن محمد عمران، صاحب ابتكار الكرسي المساعد أو الكرسي المتحرك لمرضى الشلل الرباعي أو الكرسي المتحرك كليا، يعني صح كده نقول اسمه صح بشكل مظبوط. طيب احكي لنا بقى كده من البداية خالص يا عبد الرحمن، انت في أسوان تاخد كورسات وبتحب الالكترونيكس ويوم الهندسة المصري، انت بدأت مين ساعدك في أسوان لغاية لما وصلت للهيئة العربية للتصنيع؟ ازاي تم الاتصال؟ انت اللي بدأت ان انت تدور علشان تروح مصنع قادر تعرض عليهم المشروع؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الكواليس كده ببساطة. في البداية خالص بعد ما كنت بستعين بناس في أسوان بحيث انها تساعدني في المشروع اكتسب خبرة، بعدها نشرت قصتي في الجرايد، في جريدة التحرير، سمعت عني الدكتور غادة وادي وزير التضامن الاجتماعي وتواصلوا معايا. بعد كده بعد مناقشتي بعد ما جيت القاهرة ومقابلة الوزيرة، تم التواصل مع الهيئة العربية للتصنيع عن طريق وزارة التضامن، ومن خلالها رحت الجهاز التنفيذي. طبعا يعني قابلت الفريق عبد العزيز السيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع طبعا، وبعد كده هم رحبوا جدا بالموضوع، وكان ان انا كنت جايب نموذج بروتوتايب، نموذج اولي للمشروع، مش مجرد فكره او كده. انا جايب حاجه او انا عايز اطورها انتقل لمرحله اعلى. مين ساعدك في اسوان بقى؟ في اسوان نتكلم بقى اللي ساعدوني. اول حاجه من اول ما جت لي الفكره كنت بستشير طبعا مهندس حسيني، ده يعني صديق ليا وكده، جارنا طبعا باشمهندس محمد سيد رضوان، الناس دي اللي هي يعني بعتبر ان ليها فضل عليا في المشروع، ان انا كنت في المراحل البدائيه كنت باخد رايهم وساعدوني وكده، لان خبرتي كانت قليله في المشروع ما كنتش ما كانوش بيستقلوا بيك ان انت برضو عندك صغير في السن وافكارك؟ طب يعني انت هتفكر في الافكار دي ازاي؟ اصل دايما بيبقى السن الاصغر ده يبص له اللي هو يا عم طيب ماشي ماشي عبد الرحمن، زي ما في ناس بتحبط في ناس بتشجع، في ناس بتمسك ايدك وتقول لك انا معاك وكده، نجح فشل من ضمن هم اللي كانوا ماشيين معايا في المشروع يعني بيساعدوني. لا ده والدك والدتك بقى دول يعني قصه ثانيه يعني. لان هم كمان مستحملين كل الكلام ده كله، مستحملين ان انت تيجي من اسوان للقاهره، فدول احنا بنحييهم بنوجه لهم تحيه قويه جدا بصراحه، يعني ان هم واقفين جنبك بشكل كبير جدا. الى ان بقى تعتمد على نفسك يعني ان شاء الله بعد مرحله الجامعه، وفي الاخر برضو الاب والام مش طبعًا هينفع بقى. طبعا مش هينفع ان انت لازم في الاخر هتلجا لهم، يعني ربنا يخليهم لك يا رب. طيب مهندسه هبه الهيئه العربيه للتصنيع، انا عايز مره تانية كده لو اي حد من اللي بيتفرج علينا دلوقتي عنده اي فكره لاي مشروع ازاي يتم التواصل، يعني هل في ايميل مثلا معين يروح في مكتب المحافظه الخاص بيه علشان هم اللي يوصلوه بالهيئة العربية للتصنيع؟ احكي لي كده ممكن يعمل ايه؟ يتواصل عن طريق الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، وفي توجيهات من سيادة الفريق عبد العزيز ان اي حد عنده فكرة حتى لو بسيطة هناخدها باهتمام ونحاول فيها، زي عبد الرحمن كانت فكرة بسيطة وكان لسه في تكريم ليه يوم الاربعاء وقالوا لو انت عندك افكار تانية احنا مكملين معاك. مع عبد الرحمن؟ لا عبد الرحمن خلاص بقى، لو افكار تانية جديده مش الفكره مش هنقف لحد الفكره. لا ما انا اتفقت معاك على فكره الاتوبيس. ان شاء الله انا نفسي فكره الاتوبيس بجد والله، يعني احنا لو طورنا خلينا ناخد اي حاجه مثلا اتوبيس النقل العام ده يعني نطوره بقى في كل حاجه، فهيبقى جزء منه هو الكرسي المتحرك يقدر يطلع بس للاتوبيس، لان دي بتبقى ازمه كبيره جدا يعني. حتى في المترو برضه صعب جدا ان 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 ان, إن صاحب الكرسي ان هو يدخل على المترو. طيب انا معايا تليفون ليك، معايا والدك الاستاذ محمد عمران على التليفون. يا استاذ محمد صباح الفل. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك طبعا، يعني احنا بنحييك بشكل كبير جدا لان انت وقفت جنب عبد الرحمن وساعدته لغايه لما ربنا كرمه الحمد لله، ومشروعه يعني خلاص في المرحله الاخيره ان هو يطلع للنور. قول لي بقى انت ساعدت عبد الرحمن ازاي لما جالك بالفكره وقال لك بابا انا عايز اعمل كذا كذا كذا، انت خدت الموضوع ان هو بجد ممكن يوصل لحاجه كويسه وساعدته بشكل كبير وساعدته لغايه فين؟ هو فندم حضرتك عبد الرحمن من اعدادي اي تجربه خلت معايا يشوف اخواني في المدرسه يعني يجيب المواد يحب يعني يجربها. فحتى في مره ولع السقف عندنا في البيت. ولع السقف؟ ولع السقف ينفع كده يا عبد الرحمن؟ ده كان بيعمل ايه في التجربه دي؟ صوتي كان بيعمل تجربه كيميائيه ولا السقف خلت معايا؟ دي تجربه كيميائيه دي ولا تجربه ايه يا عبد الرحمن؟ كنت جاي انا ساعدته برضه. احكي لي عنها بقى بعد ما نقفل مع بعض. وعمل ايه تاني مصايب؟ احكي لي يا استاذ محمد. لا يا فندم كتير. عمل كتير؟ طب وانت ايه اللي خليك تبقى صابر على كل ده؟ ربنا يخليه لك يا رب، ربنا يخليه لك. طب الفكره الاخيره بقى، انت يعني مع كل المصايب اللي هو بيعملها دي، لما جالك بالفكره الاخيره قال لك انا عايز اعمل فكره كرسي. انا عايز يعني حطك الكرسي، جبنا كرسي احنا اول حاجه مستعمل تمام،
جرب عليه نموذج اولى بدائي. بعد كده اخويا كان كلم سياده المحافظ اسوان الاطباق مصطفى يسري قال له عايز كرسي برضه. سياده المحافظ جاب له كرسي في الباك معايا وعمل عليه برضه النموذج برضه يعتبر الاولي. نزل في الدورنام سلمت عليه سياده الوزيره غاده والي. ده كان التواصل الاول من وزاره التضامن الاجتماعي، يعني الوزاره هي اللي تواصلت معاكم بعد كده. التواصل الوزاره بعتته لسياده الفريق عبد العزيز السيف في الهيئه العربيه للتصنيع، بعتوه لمصنع قادر وابتدوا خلت معايا تطبيق معانا من سنتين حضرتك. يعني حتى كان لما كان يطلب مواد هو في اسوان كان يبعتها له من القاهره. طب ما قبل بقى التعامل مع الهيئه العربيه للتصنيع، انت طبعا كان في مواد كتيره جدا انتوا بتحتاجوها. لا للشغل. طبعا احنا حضرتك انا كان في مواد بيحتاجها، يعني بدل ما كنا نستنبط عليها من القاهره مثلا تاخد 4-5 ايام كنت اركب اروح اجيبها واجد نفس اليوم، يعني انزل اركب من اسوان اوصل القاهره اجيب الحاجه وارجع على طول. انت مجال شغلك ايه يا استاذ محمد؟ انا حضرتك في مجال المعمار. ربنا يكرمك والله يا استاذ محمد وربنا يكرمك بعبد الرحمن. عنده اخوات تاني يا عبد الرحمن؟ عنده عبد الله واحمد. ومخترعين بيولعوا السقف برضو ولا ايه؟ لا بنعدهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لك. احنا بنحييك يا استاذ محمد. ويعني اتمنى ان انت توجه رساله بقى لكل الابهات اللي بيبقى عندهم ولاد ممكن يكون عندهم افكار. انا مش عايز اقول لك ان ابنك عبد الرحمن عنده يعني قصور او عنده الجزء من الاعاقه في رجله لان بتاثر على الحركه، لان انا خلاص انا ما حسيتش ده خلاص. انا يعني ما شاء الله عليه حتى وهو بيتكرم وهو بيتصور في كل الصور هو ده مش موجود خالص ومش باين خالص، وهو خلاص عدى المرحله دي. فانا مش عايز اكلمك على الجزء ده لان انت اعتقد ان انت عديته وفرحان بشكل كبير جدا بكل الانجازات اللي هو حققها. ماشي. حضرتك اي اسره خلي بالك معايا يعني تساعد عيالها، ما تقولوش مثلا لا، يعني توفق بين المذاكره وبين اللي كان هو بيحب حاجه صح. حتى لو مش احتراف، حتى لو في الرسم في الرياضه في اي شيء. ربنا يبارك لك يا استاذ محمد وبشكرك جدا وصباحك زي الفل. صباح الفل على كل اهل اسوان بقى. صباح الفل. ولعت السقف ازاي؟ احكي لنا كده ايه اللي حصل؟ كانت كيمياء دي ولا كانت؟ نعم كنت جايب شويه صوديوم من معمل المدرسه. صوديوم؟ نعم. فكان سنيته لحد ما يطلع من البيت وكده، احنا البيت بتاعنا الدورين وسطح. اوكي. فمعايا اخويا عبد الله حاليا في ثانيه اعدادي. عبد الله يلا بينا نجرب الصوديوم ده. بيقول لي بيعمل ايه؟ بقول له بنحطه في الميه هيولع، بعد كده نجيب المزيل العرج ونحطه على النار دي كده فهيطلع نار كتير. ده كنت عندك كام سنه؟ كنت في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي؟ نعم. اوكي ماشي. فالمهم جربنا الصوديوم مولع، كان في كراتين في السطح فمسكت في كرتونه من دي فاحنا ايه شفناها وطفيناها. فتاري كان في كرتونه يعني حته تانية مولع من كرتونه ما شفناهاش. فانا طلعت رحت الدرس وكده، جيت الناس شغاله تجري وما اعرفش ايه يعني الدنيا ولعت. السطح كان فيه كراتين كتيره فولعت بعد كده. ومن الطريف في اليوم ده انا جيتهم كانوا طفوها اصلا. من الطريف في اليوم ده انهم كانوا بيقولوا ان الميه هتقطع، فكانت كل الناس معبيه ميه في بيوتها والميه قطعت وكله طفى الميه دي. بقى علشان يطفي الحريق. وعلى فكره ما حدش يعرف خالص الا انا قلت في الاعلام وكده، اللي كانت من المواقف الطريفه. ف يعني انت ما رجعتش لحد ان انت سبب الحريقه؟ ما فيش غير والدتي والبيت بس اللي يعرف. بعد كده لما رجعت انت السبب ما اعرفش. طب الحمد لله. في مصايب تانية عملتها؟ لا ما فيش عبد الله. عبد الرحمن لا تمام ما فيش. لا دي مصايب محموده اولع في بيتهم الراجل. علي بيقول لي ان دي مصايب محموده يعني ان احنا نعديها. لا بس دي ما نعديها، الراجل ولع في البيت. بس انت ما سالتش ليه على الصوديوم؟ ان الصوديوم ده لا انا عارف ان الصوديوم بيتصاعد غاز الهيدروجين فرقع او اشتعال، بس انا عارف ان ده اللي هيحصل. وانا كنت عايز اجرب المزيل العرق طبعا لو انت جربته على النار هيزود، فاحنا كنا عايزين نزود النار دي في أنا متخيل الدماغ ساعتها كانت بتفكر ازاي. دي المشاهد اللي موجوده معانا، دي مشاهد تكريم مع عبد الرحمن في القاهره مع وزير التعليم العالي دكتور اشرف الشيحي وفي مصر تبتكر صح كده؟ القاهره تبتكر هو البرنامج تبتكر. ده كان بعد يوم الهندسه المصري، ده مش يوم الهندسه المصري. بعد ده القاهره تبتكر وتكريمك، لحظه تكريمك. انا مبسوط جدا ان انت كمان واقف. انت طبعا الحمد لله دلوقتي ما بقتش حد بيساعدك انت. بتستخدم اي حاجه؟ لا بتساعدك او اي حاجه؟ لا. بتمشي الحمد لله بشكل سليم جدا. بس انت اخترت حاجه تشتغل عليها وتطورها، لان انت واضح ان انت من زمان بتحب الابتكار بشكل عام. يعني فكره استخدامك للصوديوم وغيره ده جزء منه ان انت بتحب الابتكار.
فركزت في الجزء الخاص بالكرسي لان انت حاسس بمعاناه نفس الشخص اللي بيعاني بقى من الشلل الرباعي اللي هو عيني ما بيقدرش يتحرك خالص، يعني اطرافه كلها بتكون متوقف. انا بحييك مره تانية، بحيي مهندسه هبه جدا 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 والهيئه العربيه للتصنيع والفريق طبعا اكاديميه البحث العلمي. بتكلم عن اكاديميه البحث العلمي، برنامج القاهره تبتكر ده اتحاد عمل مشترك ما بين اكاديميه البحث العلمي واتحاد الاذاعه والتلفزيون. يعني ده من اليات الاكاديميه او من اليات وزاره البحث العلمي في الاهتمام بالمبتكرين، يعني عباره عن برنامج تنافسي، مسابقات تنافسي بين المبتكرين طبعا، يعني عشان يبقى في اطار تنافسي، وبعديها بيبقى في دعم مالي. يعني الجائزه الاولى طبعا يا مبتكر مصاري كانت تصل قيمتها ل 250,000 جنيه كدعم لتطوير المشروع او كده، ده غير حاجه ثانيه اللي هو ورا الكواليس الحضانات التكنولوجيه بيوفر دعم فني. يعني انت خدت الجائزه الاولى 250,000 جنيه؟ كلهم بتوعك؟ ما اديتش الحاج محمد عمران اي حاجه؟ برضه هم ليهم كل حاجه، ده مش عايز لازم الحاج محمد عمران يتعبوا معايا، هو والدتي الصراحه، هم والدتي يعني والدي والدتي تعبوا معايا جدا يعني في الموضوع ده. يا رب انا بحييهم مره تانية، بحيي والدك ووالدتك. انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن محمد عمران هو صاحب الابتكار الكرسي المتحرك للمعاقين كليا او معاقين الشلل الرباعي، ولقب مبتكر مصر الاول في مسابقه القاهره تبتكر. بشكر كمان المهندسه هبه الله فيصل، مدير اداره تشكيل المعادن لمصنع قادر التابع للهيئه العربيه للتصنيع. نشكر جدا جدا كل المسؤولين عن الهيئه العربيه للتصنيع، يعني بنوجه لهم التحيه بشكل كبير. نشكر جدا فريق عبد العزيز سيف رئيس الهيئه العربيه للتصنيع. نداء بقى لكل الناس اللي عندها افكار، الموضوع بسيط، الجهاز التنفيذي للهيئه العربيه للتصنيع، توجه للجهاز التنفيذي اللي هو يا جماعه انا عندي فكره الفلانيه هشتغل على كذا وكذا وكذا وكذا، موضوع بسيط ممكن فجاه الربع مليون تبقى موجودة، ده غير ان انت هتفيد طبعا البلد بشكل كبير، وقبلها هتفيد نفسك، وده شيء مهم جدا. الاعاقة هي مش اعاقة في الحركة او العاقة ممكن تكون في العقل، ان انت ما بتفكرش بشكل كويس، فما تخليش عقلك يبقى واقف كده، وحرك عقلك دايما، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وتبقى القاهرة وجمهورية مصر العربية كلها مبتكرين ان شاء الله. نورتونا، اشكركم جدا. فاصل ونرجع نكمل مع بعض فقرات نهار جديد. صباحكم زي الفل.